هلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، والله بالخير عليكم وعوافي أغاتي. اليوم سالفتنا سالفة، اليوم راح نتعرف على أكلة كلش مشهورة بمجتمعنا، وهاي الأكلة كلش قديمة، يعني من زمن جدي وجدكم، وأكثرنا يحبها ونادرا ما تلقى بيت عراقي ما يطبخها حتى لو فترات، ويعتبرها الكثير من الجالية العراقية بالخارج فيزا كارد للتعارف، يعني لو صادفك عراقي بأي دولة من دول العالم وردت تعرفه بنفسك من بغداد أو من البصرة أو من الموصل أو أي محافظة بالعراق راح تحكي له على شنو. خليكم ويانا، ما كملت المعلومة، أكو معلومة ثانية قبل ما نبلش بالحكاية. اليوم هاي الأكلة البعض يطلق عليها أكلة الملوك، زين شنو هي وشنو قصتها؟ تابعوها وعوافي أغاتي. طبعا قصة حكاية باشتي الحاتي قصة قديمة ولها تاريخ عريق على مستوى العراق، على مستوى بغداد والعراق، وهي أكلة قديمة بغدادية شعبية أسسها جدي المرحوم إبراهيم علوان العامري سنة 1920 أيام الملكية، واستمر بها طيلة حياته، من ثم استورثها أبويا والدي المرحوم قحطان إبراهيم العامري الحاتي، من ثم جينا احنا الجيل الثالث كملنا عليها. هو الرجل الله يرحمه هو اللي ابدع بيها وهو اللي تفنن بيها، هو طلعها للمجتمع العراقي. بالبدايه كانت ما كان المطعم موجود، بالبدايه كان يسويها بالبيت، ينظفها ويكملها ويبيعها باب البيت، جدر باب البيت ويبيع للعالم. بعدين قال اريد اسويها حسب مذكراته، قال اريد اسويها على شكل مطعم وطلعها للمجتمع العراقي. فطلعها للمجتمع العراقي وسوى هذا المطعم اللي هو بالشيخ عمر لا يزال موجود ببغداد، وصار رمز من رموز بغداد والعراق النوع الحاتي. ليش سمت به التسميه هاي؟ الفاتشة اكله بيها شواب هواية، فهو كان يعني بصناعتها او تنظيفها يعتني بها اعتناء شديد، ولذلك استمرت هاي الفترة كلها من العشرين لحد الآن الباشا باسمه الله يرحمه، لأنه باشا صحيحة ونظيفة، فارتبطت الباشا بالحاتي. يعني النسوان يسووها، العقل غيرهم يسووها، الزلم يسويها، الرجال مو مثل الحاتي، ما يعرفون، صعبة كلها صعبة. حاليا احنا عندنا 5 فروع، واحنا ولد الشبير من ولد ابراهيم الله يرحمهم، ولد قحطان ابراهيم علوان العامري. فاحنا ولد الشبير كنا هاي الفروع راجعه لنا نسبه لنا، وهذا الاسم يخصنا الحاتي، يخص عائله بيت الحاتي، الاسم مرجوع لنا وما حد يقدر ياخذ هذا الاسم يفتح به نهائيا، مرتبطين احنا به وهو مرتبط بنا الاسم، مرتبطين نفس الوقت بالمطعم الرئيسي اللي هو بالشيخ عمر الاساس، يعني هو الوطن مال الباشا، هو الشوق والحنين والدنيا مالتنا كلها هو المطعم الرئيسي اللي صرنا من خلاله احنا، ولدنا احفادنا وابهاتنا كلها من خلال المطعم مال الشيخ عمر. هو السبب اللي خلاها تتميز الباشا عامل رئيسي عامل التنظيف الله يرحمه اللي هو جدي ابراهيم الحاتي، يقول اللي امه ما جابته بجدر الباشا ما يعرف يسوي باشا بالنسبه لنا كعائله بيت الحاتي. فاحنا من تعلمناها من ابهاتنا الله يرحمهم ويرحم والديكم، وابويا من تعلمها من ابوه اللي هو ابراهيم العامري جدنا الحاتي. تتميز بالنظافه الدقيقه، اذا ما تكون النظافه دقيقه جدا جدا ما تقدر تطلعها، وما حد يعرف يسوي مثلها، ينظف مثلنا طريقة التنظيف. فتحوا هواية مطاعم فشلوا. ليش احنا صار لنا 100 سنة؟ لأن نعرف صغيرتها وكبيرتها. فالتنظيف عندنا
فالشيء سهل بس بالنسبه لغيرنا كل صعب، لان احنا عايشين بيها يعني هاي المصلحه، ونعرف تنظيفها وين، شوائبها وين، ندلهن زين، بس تجي على غيرنا ما يعرف يدبرها يعني. فلذلك ما يقدر يستمر بها. ليش؟ لان هي بيها شوائب هواية ما يقدر ينظفها، فما يقاوم، يتبين عنده بالاكل عند المشتري، بالنتيجه يقول لك هاي باشتي ايش؟ راح اكل يوم الحد احسن لي. هذه الأكلة مثل ما يقول عشاقها غنية بالمواد المفيدة للمفاصل وللغضاريف، وكان يوصي بها للمرضى وكبار السن، ولا تزال الباجة سيدة المائدة العراقية. ومع أيام رمضان تفضل الكثير من العوائل تحديد بعض الأيام لأكلة الباجة وقت الفطور. الباجة ما تغيرت، هي سابقا ولاحقا من تاريخها لحد اليوم، من تاريخ تأسيسها بالشيخ عمر عبد الحاتي لحد اليوم ما تغيرت الباجة، ظلت هي بها فقره كلش مهمه، واحنا دائما نذكر بها الصايم بالفطور تنكل، بالسحور بتنكل. ليش؟ الباشا تعطش، هاي معلومه ما حد يعرفها، الباشا تعطش، زين هو صايم يسحر بها عطعطش احتمال تخليه يفطر، بس اذا اكلها وقت الفطور لا، الليل كله يشرب ماي ما يدير بال، هاي فلذلك احنا نبيعها على فطور فقط، ما نبيعها حتى، احنا نتجنب بيعتها بالليل لانه تعطش الصايم ثاني يوم، وهذا يروح يفطر من ورا من ورانا لانه عطشان. فننصح دائما نقول له، نقول له كلها وقت الفطور لانه ما تنكل بالسحور، ما تنكل اذا اكلها يعطش، والدار تعالى احنا شو. بالنسبه للاسعار ثابته، بس بدنا وش تقدمون للمشتري خصوصا وقت الفطور؟ الزباين قدمون لبن وتمر، شيء المعتاد هذا عليه يعني كراما للصايم مو اكثر، بدون فلوس. تبقى الباشا هي الباشا من صارت اليوم عباره موادها اللي عدا المونه والتنظيف، موادها الباقيه الخبز، البصل، الطرشي، النارنج. تحب النارنج اكثر من الحامض لان يعطيها طعم يختلف عن الحامض، الحامض يعطيها غير طعم، يغير طعمها. انما النارنج العراقي، لانه النارنج العراقي، النارنج العراقي به حلاوه، ما به حموضه صارخه. فلذلك من على الباتشا يتلابس وياها ويعطيك طعم كلش اوكي. طبعا عادة احنا مستمرين على الحالة اللي تجينا ناس بوضعية غير طبيعية، يعني ياكلون يشربون يكملون، وهي مستمرة من ذاك اليوم لهذا اليوم، يعني مو جديدة على قولة مؤيد البدري على احمد راس دائما يقول قول براسه. اي لحد يومنا هذا يجون ياكل ويشرب ويجيب ما يجيب، احنا بالازدحام مخبوصين
ونداري مشتري وكل عيني والله بخير غاتي بشوف الا سعد ابو سياره طفره والله ياك عبوسي يا معودي الحساب سجل سجل بعدين اعطيك والله ياك بعد بشوفهم. مطعم جدي طبعا اللي هو بالشيخ قمر ذاك الوقت سنه 78. توهج من الستينات السبعينات التوهج صار شعله صار ليل العراق ازدحام ما لحق نبيع بالنتيجه مشاكل كثرت عندنا فجاء امر من القياده في حينه انه المطعم يعزل بالليل ما يفتح بعد من كثره مشاكل اللي صارت على المطعم سنة 78 أغلق المطعم رسميا من قبل النظام وقطع أرزاقنا بالليل شرطوا علينا نفتح من الصبح للمغرب وتعزل هاي من الأشياء اللي حصلناها سابقا المضرة اللي جتنا سابقا ما تقتصر أكلة الباشا على العراقيين وبس لا موجودة تقريبا أكثر البلدان العربية والشرق أوسطية مثل تركيا وإيران لكن تبقى الباشا العراقية مميزة بنكهتها وطريقة عملها. وصلنا لختام حكايتنا لهذا اليوم وانتظرونا بالحلقات المقبلة وباي باي.